هذا قلة العقل، ما خاصهمش يديروا داك الشيء، ما خاصهمش يغامروا راسهم في داك، حتى داك الشيء حرام، كي العذاب ديال الله سبحانه وتعالى. الانتحار هو مسألة ضعف في الإيمان وحرموا الله سبحانه وتعالى، دونك ما خصناش ننتحروا، ما خص اي واحد ينتحر. غير هو كنشوف بلي في المغرب حتى كيبان لنا شي واحد باغي ينتحر وهادي ما خدامش ولا عنده شي مشكل، عاد كنشوف علاش كان غينتحر، على هاد الصحافه كتبدا كدوي هاد سميتو القوانين كيبداو وهادي ومالو واشنو طرا، وكتكون ديك الضجه الاعلاميه اللي كنقولوا الضجه ديال بصح. وابك الله كتكم بكا دابا وباغي ننتحر، اقسم بالله جيتيني على السؤال ديال الكانا ديال وحق لا اله الا الله. ها علاش صافي كتقول لي بهذا ضعف ايمان؟ والله ماشي على ضعف ايمان، صافي بنادم كتوصل به واحد الحال مشيت تلاه. كاين اللي تيقول لي راسو، كاين اللي عنده مرض، كاين اللي عنده مرض نفساني، ولا واش عنده؟ واش يكون ذاك الجانب واقيلا دوك الناس اللي كيبغيو العطف ديال الناس وهادي كيبغيو يخدموا كيديروها كوسيله، هو على عيبتها كهو يديرها قالب باش هو يتمكن من واحد الحاجه ديالو باش يقضيها وصافي. نقول لهم ما تنتحروش، واخا انا كنتوتر بعض المرات اما في عايل ما هو انا. بنادم يمشي في الاخر لجهنم.